بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة ذكرى ثورة الأول من نوفمبر المجيدة لبلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخي معالي السيد نذير العرباوي الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.